أنا لم أرسل بطلبك أنت يا مسينة، أردت الطبيب عمر لأقف على شؤون المشفى الذي يديره. الطبيب عمر لم يعد يدير ذلك المشفى. لماذا؟ لأنه نزيل السجن واسمه الحقيقي عبادة. ماذا قلت؟ عبادة في سجن باليرمو. ماذا فعل؟ ما هي تهمته؟ ينتظر المحاكمة لثلاث تهم: السرقة، والاعتداء على السجان، والهروب من السجن. أمر لا يصدق، إنه طبيب بارع، عرفته صادقا أمينا مخلصا لمهنته. أخبرتك بما أعرف أيتها الجليلة، والعلم عند الله. لم يحظى سجان مثلي بهذا الشرف الكبير أيتها الجليلة. أهلا بك في سجن ساليرنو. خذني إلى عبادة. هذا محتال ومجرم خطير أيتها الجليلة. نفذ ما أقوله لك. سمعا وطاعة. كما رأيت أيتها الجليلة، يأبى هذا السجان إلا أن يعذبني ويذلني ويضيع كرامتي. أيها السجان، في خدمة الجليلة. من الذي ضرب السجين؟ حاول الاعتداء علي فأدبته. بأي تهمة قبضتم عليه؟ السرقة ومحاولة الاعتداء على السجان والهروب من سجنه لسنوات عديدة. أو تعترف بهذه التهم أيها الطبيب؟ تهمة السرقة باطلة أيتها الجليلة، أجل ذلك هربت من السجن. أما كان باستطاعتك انتظار المحاكمة؟ لم يكن أحد بمقدوره أن يضمن براءتي، وكانت براءتي في الهروب من السجن. منذ متى حدث هذا الأمر؟ منذ سنوات مضت. استعد للمحاكمة. أو تضربون السجناء عادة؟ عفوا أيتها الجليلة، لا نقول شكرا لمن يحاولون الاعتداء علينا. عليك أن تكون هادئاً غير مثيراً للشغب. صفحتك ليست ناصعة البياض كما كنت أعتقد، على الأقل حتى الآن. قد قصوت علي أيتها الجليلة بهذا الحكم. اعترف بالاعتداء على السجان والهروب من السجن ثم تقول بأنني قصوت عليك يا عبادة. تلك أيام مضت، لم يكن بمقدور أي إنسان أن يضمن براءة أيتها الجليلة. أيها السجان، في خدمة الجليلة. أرسله إلى ديواني، نعيده إلى السجن بعد أن نطبب جراحه. سمعا وطاعة.
إياك أن تعتدي بالضرب على أحد السجناء، لدينا محاكم، وباستطاعتك أن تتقدم بالشكوى. رئيس الشرطة في صقلية. اليوم يتوقف رئيس الشرطة عن عمله. لن تفلت مني هذه المرة، قريبا تعود إلى سجنك ثم إلى المحكمة، وبعدها أقف لأشاهد رأسك ينفصل عن جسدك. مجدلينا، مجدلينا، هل أعد الطعام؟ مجدلينا في الحديقة. شكرا خوسي. وما هرب إنسان من قدره قط. أنا راضية بقدري، لكن ما ذنب عبادة حتى يظلم بقدر غيره؟ ذلك قدره أيضا، قدر مشترك، قدر يجمع بين اثنين من بين ملايين البشر، ليجمع بينهما في السراء والضراء. أين ذلك السر؟ هذا يقول عبادة عني الآن خادعة، غشاشة، غادرة، لا وفاء عندي، رخيصة إلى حد بيعه بعشر ذهبية. ستظهر الحقيقة ذات يوم، فالحقيقة كالأقدار، لا يمكن تحديها أو التغلب عليها. وعذابه، ألا يكفيه عذاب السجن؟ يجب أن يعلم الحقيقة، يجب أن تزوريه لتخبريه بالحقيقة حتى يواجه المحاكمة غير منهك النفس والقوى. زرته قبل إحضار الطفلين. صرحته بالحقيقة؟ السجان اللئيم لم يسمح لي بمقابلته. إذن هو الفراق الأبدي هذه المرة. مجدلينا، التهمة ثابتة عليه، خصوصا بعد اعتدائه على السجان وهربه. كلنا نعلم أن عبادة بريء من هذه التهمة، لكن المحكمة لا تعلم. لا أحد يمكنه إنقاذ عبادة إلا أنت. أنا؟ نعم أنت. ألم تكوني وصيفة في قصر الجليلة أدال قبل أن تأتي إلى هنا؟ كان ذلك منذ سنوات طويلة. ذكريها بتلك السنوات وبالطفل اليتيم الذي وجده زوجها قرب الشاطئ، بعبادة، أدال آسيا وحدها يمكنها إنقاذه. وتظنين أنني لم أفكر في هذا الأمر؟
إنقاذ عبادة قضية عمري كله. وما الذي يمنعك؟ المتهم الحقيقي سيزاريو. ستسألني أدلاسيا من هو المتهم الحقيقي إذا كان عبادة بريئا؟ ماذا أقول لها؟ الحقيقة. الحقيقة؟ تعنينا سيزاريو؟ تعنينا ابنا ثانيا لي أنا؟ عبادة هو ابني الأول وسيزاريو هو ابني الثاني. ربيت الاثنين، أحسست بالأمومة في كياني للاثنين، للبار والصادق والمظلوم وللفاسد والقاسي والظالم. علمني عبادة وهو الطفل شيئا مهما جدا، كان لا يشكو أبدا، كان يتحمل أشياء كثيرة من الجميع. خوسيه نفسه أخبرني أنه حاول تهريبه أكثر من مرة، لكن عبادة لم يخبرني بذلك. كان يفضل الصمت على أن يتهم أحدا أو يسيء إلى أحد. كان يحب الجميع رغم أن معظمهم كان يكرهه. لكن السكوت يعني ضياع عبادة. منذ سنوات طويلة وقبل أن أعمل في قصر أدال آسيا وألتقي عبادة، سمعت كلمة ما زالت محفورة في ذاكرتي كذاك الزمان، عبارة كان يرددها إنسان غالا علي جدا وكان عربيا مسلما مثل عبادة. إن الله يمهل ولا يهمل. وحين كبر عبادة سمعته أكثر من مرة ينطق بها، إن الله يمهل ولا يهمل، وهذا يجعلني واثقة أن الحقيقة ستظهر ذات يوم. السلام عليك أيتها الجليلة. عليك السلام يا عبادة، اجلس. أو تشعر الآن بتحسن؟ شكرا لك، الألم قد زال بعض الشيء. وجراح الصوت؟ ستزول بإذن الله. إذن لنبدأ الكلام عن حكاية السجن تلك. سبق وأن قلت أيتها الجليلة أنا بريء من تلك السرقة. إذا كنت بريئا كما تقول، لماذا هربت من السجن؟ كانت أبواب الرأفة مغلقة في وجهي ولا أمل لي في إظهار البراءة. أتريدني فعلا أن أقتنع بهذا الجواب؟ هذه هي الحقيقة أيتها الجليلة. اسمع عبادة،
نسمع بإذن الله ونطيع. سأعطيك فرصة الدفاع عن نفسك أمام مجلس الشيوخ إن كنت بريئا كما تقول، تعود إلى المشفى. أما إذا اقتنع المجلس بالتهمة الموجهة إليك فلن أستطيع أن أنقذ رأسك. أفهم ما تعنيه الجليلة. ألديك شهود لإثبات براءتك؟ ربما أجد شهودا أيتها الجليلة. إذن استعد للمحاكمة، سأقيمها هنا في هذا الديوان وبحضوري شخصيا. شكرا جزيلا أيتها الجليلة. باستطاعتك الانصراف. ما بك؟ أيتها الجليلة، إلى أين أنصرف؟ إلى السجن بالطبع، الحراس بانتظارك. ولكن كيف ألتقي بالشهود إن أنا بقيت في السجن؟ سأضع حارسا تحت تصرفك، أرسل بطلب من تريد وقابله داخل السجن. شكرا جزيلا، لقد بدأ الأمل يتسرب إلي. السلام عليكم. وعليك السلام. حرس، سيلا، خوسيه، ليفتح أحدكم الباب. أريد رؤية سيلا وخوسيه. ماذا تريد منهما؟ الجليل سيزاريو على ما أظن؟ نعم، تقدم. ماذا تريد منهما؟ لدي أوامر بإحضار سيلا وخوسيه لمقابلة عبادة بالسجن. من الذي أصدر هذا الأمر؟ الجليلة أدال آسيا. الجليلة أدال آسيا؟ أنت أيضا أيها الجليل، سيكون عليك واجب الحضور إلى ديوان الجليلة أدال آسيا. أظنهم سيحاكمون عبادة هناك. نعم. متى؟ بعد 7 أيام. أنا سيلا وهذا خوسيه. إذن فلقد علم الجميع بالأمر، أنا في الانتظار. انتظراها. أعرف بماذا تفكران، ولكن حذاري من اللعب بالنار، فلن أرحم أحدا. ماذا تقصد؟ لو برئ عبادة لن أتركه حيا، سأقتله بيدي. تقتله؟ وأقتل نفسي. لا، أنا لا أحتمل السجن، ولا أحتمل أن ألحق العار باسمي وتاريخ الجليل فريدريك والجليلة معي.
سيلا، أعرف أنك تحبين عبادة، وأعرف أنك قد تضعفين، لهذا أحذرك. وأنت خوسي، لست أدري لماذا كلما نظرت في عينيك أحس أنك لن تشي بي مهما حصل. هي كلمة واحدة، كلمة واحدة من فمك يا ثم خوسيه، كلمة واحدة تزيل عني تهمة بشعة. سيكون موقفنا موقفا صعبا عبادة. عندما نبرئك سنضع سيزاريو في فخ بغيط، سيعرف الناس أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ هو سارق دنيء مد يده إلى مجوهرات أمه. لينق جزاء. ما رأيك سيلا؟ لن نضعك في السجن عبادة، ولكن ماذا سيلا؟ أي مصير أسود سينتظر سيزاريو؟ هو أيضا نشأ بين ذراعي، ترعرع في أحضان خوسي. إنه مثل ابني. لقد ارتكب إثما وعليه أن يلقي جزاء. ما أنا بريء، بريء ومظلوم. لا أعرف بماذا أجيب، لا أعرف ماذا علينا أن نفعل. خوسي، حرام أن ألقى في السجن بتهمة لفقها إلي سيزاريو. ثم لا تنسى أن سيزاريو هو الذي اتهمني ظلما، وأنا بريء. كلنا نعرف ذلك، نعرفه. إذن أرجوك عبادة، دعنا نفكر. تفكران؟ لماذا التفكير؟ أرجوك عبادة، دع لنا فرصة للتفكير، ما زال الوقت مبكرا على البدء في المحاكمة. سيلا، خوسي، إذن هو يريد أن يراها ويريد أن تذهب إليه في سجني. هكذا قال جندي. سأمنع هذه المقابلة بأي ثمن، فلم يتم الهجران بيننا بعد. زوجتي لن تذهب أبدا إلى عبادة، لن تقابله ولن تتحدث إليه. ستكون شاهدة مهمة في مجلس القضاء، وقد منح عبادة حق التحدث إلى شهوده. ليذهب مجلس القضاة إلى الجحيم. لن أترك زوجتي تبرئ هذا الحقير الدنيء القابع في سجنه. من حق المجلس أن يستدعي من يريد من الناس. إلا زوجتي، إلا مجدولينا. هذا الأمر لن يحدث معي أنا. وماذا ستقول للجليلة أدلاسيا؟ وما دخل الجليلة أدلاسيا في الموضوع؟ عبادة سيحاكم في ديوانها. لماذا؟ لا أعرف. يوليان، فكر جيدا قبل أن تقرر. ما الذي تريده يوليان؟ سيزاريو، لا تنسى أنها زوجتي. لم يتم الهجران بيننا بعد. ولماذا نسيت ذلك أنت؟ لست هنا بصدد عتاب أو مناقشة، أريد رؤية مجدولينا. ولا تنسى أيضا أنني أبو طفلتها، ومن حقي أن أرى هذه الطفلة وأطمئن عليها. ماذا تريد يوليان؟ من حقي أن أتحدث إليك على انفراد.
أرجوك سيزاريو اتركنا وحدنا. كيف حالك؟ جميل منك أن تسأل هذا السؤال. مجد لينا، إذا قدر لنا أن نفترق فلا يجب أن يحدث ذلك ونحن كالأعداء. ما ذنبها؟ ما ذنب هذه البريئة لتكبر وتشعر بعداء بين أمها وأبيها؟ انتهى كل شيء. ومن طلب تغيير ما انتهى. يوليان، ماذا تريد بالتحديد؟ أريد حالا دائما لهذه الطفلة المسكينة البريئة. لا تنسي أنني أب، ومهما حدث فهي ابنتي من لحمي ودمي، وستحمل اسمي شئت أم أبيت. وما هو الحل الذي تقترحه؟ أن يتم الهجران بيننا في هدوء ونحن أصدقاء. أنا موافقة. وأن تعيش الطفلة بيننا مداورة. مداورة؟ أليس من حقي أن أشعر ابنتي بأبوتي وأن تشعر بحناني وعطفي؟ ولكنك راحل إلى البندقية إلى الأبد. هذا كلام قلته في لحظات غضبي. كيف أترك أملاكي وعضويتي في مجلس الشيوخ ورئاسته على بعد قوسين أو أدنى مني؟ سأخصص لها مربية. ستعيش مدة عندي ومدة عندك. لا أستطيع أن أحتمل فراقها. تستطيعين الحضور كل يوم، كل لحظة خلال المدة التي ستعيشها الطفلة عندي. اتفقنا على أن نكون أصدقاء ولكل واحد حريته في حياته الخاصة. المهم هذه الطفلة. بصراحة عمي ريموند حضر خصيصا من البندقية لربنتي. أنت تعرفين أنه لم ينجب أولادا. لا تنسي أنها ابنتي. لا أعرف. سأثبت لك حسن نواياي. سأخذ الطفلة ليراها عم ريموند وأعيدها لك غدا. إنها تشبهني تماما، وسوف يسر عمي لهذا. مجدولينا، تم أمر آخر. بناء على طلب مجلس القضاة سأنتظرك عصرا حتى أصحبك إلى السجن. فعبادة يريد أن يراك. أتريدين إثباتا أكبر من ذلك لأثبت به حسن نواياي؟ عبادة يراني في السجن. عندما نبرئك سنضع سيزاريو في فخ بغيت. سيعرف الناس أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ هو سارق دنيء مد يده إلى مجوهرات أمه. مصير أسود سينتظر سيزاريو. هو أيضا نشأ بين ذراعي، ترعرع في أحضان خوسيه.
تفكران؟ لماذا التفكير؟ أرجوك عبادة، دع لنا فرصة للتفكير، ما زال الوقت مبكرا على البدء في المحاكمة. كنت متأكدا أنك ستحضرين. ألم تقل إنه أمر مجلس القضاء؟ فعلا فعلا، وكما علمت عبادة يريد سؤالك أن تكوني شاهدة. شاهدة؟ وبالطبع سوف تسألين أمام المحكمة، فيا ترى ماذا ستقولين؟ الحقيقة. أية حقيقة؟ أن عبادة لم يسرق المجوهرات. رائع رائع يا عزيزتي مجدودنا، ولكن من هو الذي سرق المجوهرات؟ أخوك سيزاريو، أليس كذلك؟ تبرئين عشيقك الخادم الحقير وتزوجين بأخيك في السجن. يوليان، ألم تفكري في سمعة العائلة؟ ابن الجليل فريدريك رئيس مجلس الشيوخ المحفور اسمه فوق لوح الشرف في وسط ساليرنو، مجرم سارق هارب من العدالة. لماذا أتحمل وحدي التبعة؟ لماذا لم يفكر سيزاريو في العواقب حين فعل فعلته الدنيئة؟ سيزاريو نورماني، وجليل بن جليل، وعبادة خادم عربي. كان الأجدر بالنورماني الجليل بن الجليل أن يفعل عكس ما فعله تماما. مجدولينا، ألم تفكري في مصير طفل سيزاريو وفي مصير طفلتك؟ طفلتي؟ أين طفلتي؟ اطمئني اطمئني، هي بخير. طالما ماذا؟ طالما ستنفذين ما أريده. إذا كانت مكيدة، كل ما قلته كان زيفا وتمثيلا. عمك لم يحضر من البندقية. لكني أبو الطفلة. أب بلا قلب، بلا مشاعر، بلا ضمير. مجدولينا، ابنتي، أريد ابنتي حالا. لن ترى ابنتك أبدا إذا نفيت التهمة عن عبادة. لن تريها أبدا. كفاك إذن لنا ولكرامتنا. فكري في العرق النورماني، فكري في سمعة النورمان. أنا وأخوك أعضاء في مجلس الشيوخ، ورغم أنني أكره سيزاريو كرها شديدا، إلا أنه نورماني مثلي وعبادة خادم عربي. أتفهمين معنى ذلك جيدا؟ والقسم الذي سأقسمه. عظيم. هل رأيت سيزاريو وهو يضع قطع المجوهرات بين ثياب عبادة؟ ولم أرى عبادة أيضاً وهو يسرقها. إذن الأمر سيان. يوليان، أرجوك دعني أصطحب ابنتي وأنصرف، ولن أذهب إلى السجن، ولن أشهد مع أو ضد عبادة. إنه أمر مجلس القضاة، وقد وعدت بأن أصطحبك. لن أذهب. الجليلة أدلاسيا سترغمك على ذلك، فهي المهتمة بالقضية، وستتم المحاكمة في ديوانها. مجدونينا، لن أسمح لك مهما كان الثمن أن تبرئي عشيقك الذي أذل كبريائي وهدم حياتي. لن أسمح أبدا بانتصار عربي على نورماني أصيل. عبادة لا ذنب له. ذنبه أنه استولى على روحك وقلبك، ولم يدرك أنه مجرد عربي وأنت أميرة نورمانية. أرجوك، أتوسل إليك، دعني أعيش في سلام أنا وابنتي. أكد التهمة على عبادة وسأدعك تعيشين بسلام أنت وابنتك، بل وسأترك لك مالا يكفيك ويكفيها. أما إذا نفيت التهمة عنه، فلسوف يتبرأ منك العرق النورماني كله، ولن ترى ابنتك أبدا. أرجوك. ليس هذا فحسب، بل سألقي بالطفلة في قاع البحر. إذن عليك الاختيار الآن. Thank you.
يملك من المال ما يسمح له بالسهر في إحدى دور الغوانم. عاد إذن إلى عادته السيئة القديمة التي أوصلته وأوصلتنا إلى هذه الحال. أرسل السجين أيضا بطلب الجليل يوليام؟ يريد أن يرى زوجتي. غريب، لولاها لما استطعنا القبض عليه والنيل منه. على كل حال تفضل تفضل أيها الجليل. أرسلت بطلبي. كان يجب أن أتحدث إلى المرأة التي سلمتني إلى الحراس مقابل 10 من الذهبيات. اختصر عباده وقل ماذا تريد. أولا، لماذا لم تذكر الحقيقة؟ لماذا لم تذكر الحقيقة مجدولينا؟ الحقيقة أنك سرقت المجوهرات. لا، هي تعلم أني بريء، هي تعلم أني بريء. أرجوك مجدولينا اذكر الحقيقة، حياتي مرهونة بكلمة واحدة تنطقين بها. سأتكلم عندما يحين موعد الكلام. هذا يكفي، أتريد شيئا آخر؟ أريد أن يكون لسان هذه المرأة صادقا عندما تتكلم في مجلس الشيوخ. أيا بنا، الحديث قد انتهى، تحركي مجدولينا. قبل أن أعين رئيسا لمجلس الشيوخ خلفا للراحل فريدريك كنت نائبا له. كلنا يعلم ذلك أيها الجليل. كلنا يعلم حجم الصداقة التي كانت تربط بينكما. وقبل هذا وذاك، أنا نورماني مستعد لعمل أي شيء في سبيل مصلحة النورما. لا شك في ذلك. وفي سبيل المحافظة على اسمهم وسمعتهم، خصوصا إذا كانت القضية تتعلق بالعرب. وما دخل عبادة في هذا الأمر؟ عبادة عربي متهم بعدة جرائم. عبادة بريء من كل ما نسب إليه. لهذا أنا هنا. من أجل براءة عبادة؟ من أجل تبرئة نورمان من اتهامات العرب له، بأنهم يضطهدونهم ويلفقون لهم التهم، وبأنهم ليسوا أهلاً لحكم تلك البلاد. هل أوضحت أيها الجليل؟ باختصار،
لا أريد تبرئة هذا العربي عبادة. تريدون أن نشهد زورا بالمحكمة؟ بالطبع لا. كل ما أريده هو ذكر ما حدث فقط دون زيادة أو نقصان. المرحومة مايا فقدت مجوهراتها، وعند تفتيش غرف الجميع عثروا على قطعة من تلك المجوهرات مخبأة بين ثياب الخادم عبادة وفي غرفته. عبادة لن يسرقها. وكيف عرفتي؟ أقسم عبادة على ذلك. وهل صدقتيه؟ عبادة لا يكذب. من النادر أن يعترف مجرم بجريمته. أنا التي ربيته أعرفه جيدا. كل هذه الأسباب لا تمنحك الحق في تبرئته. لكنني بمثابة أمه. كيف تطلب من أم أن تلقي برأس ابنها تحت حد السيف؟ مئات الأمهات النورمانيات قدمن أبناءهن طواعية حين غزونا صقلية ودحرنا العرب. مئات الشباب قتلوا، ولست أفضل منهن إذا كنت نورمانية أصيلة حقا. ثم أنت وعبادة ليس ابنك، أنت مجرد مربية. ليكن، لكنني أعرف الحقيقة. السارق الحقيقي والمدبر الحقيقي اعترف بلحظة الضعف أنه هو السارق وهو المدبر. تكلم خوسيه. لست هنا لأستمع، أنا هنا لآمر. بالمناسبة سيلا، الجليل فريدريك قبل وفاته أخبرني بما عرفه عن ماضيك، وهذه النقطة لن تكون لصالحك إذا ما أثيرت خلال المحاكمة. سيكون لكم الوقت الكافي لمتابعة المناقشة. أريد تفكيرا حكيما وحكما نزيها في هذه الجلسة. لقد استكملنا البحث في هذه القضية، ولكن بقي أن نسمع صاحب التهمة والسجين وشهوده الاثنين. سيكون لكم ما تريدون. يوليان، أين ابنتي؟ أين هي؟ تكلم، أين هي؟ أين؟ اطمئني، هي بخير. ليست في البيت كله. أعرف ليست في البيت، إلا أنها بخير. إلى أين أخذتها؟ أين وضعتها ولماذا؟ اطمئني، عندما تعودين من ديوان أدلاسيا وبعد الإدلاء بالشهادة التي يطلبونها منك ترين ابنتك. لماذا فعلت هذا؟ لماذا؟ أنت تعرفين الجواب. لن تنال مني بألاعبك تلك، فهي ابنتك ولن تؤذيها. صدقيني مجدولينا، لو أنت برأت عبادة من هذه التهمة سأقتل ابنتك. أنت في وضع محرج للغاية ولا تحسد عليه أبدا. إذا خذلني الجميع فسلا لن تخذلني. أليست نورمانية مثلهم؟ ولكنها مثل أمي، هي التي ربتني ورعتني طفلا ثم صبيا ثم شابا، وأنا أكن لها كل مودة وتقدير. عبادة، هذا الأمر يمكن أن أتفهمه إذا كانت القضية قضية عادية. إذا كانت قضية سرقة والبحث عن السارق الحقيقي والمتهم الحقيقي، أليس كذلك أيها الشيخ؟ قضيتك أخطر من ذلك بكثير يا ولدي. أيها الشيخ، عبادة، في القضية أطراف من مناصب عليا في مجلس الشيوخ، ومن الممكن أن يجبر البعض
على تغيير ضمائرهم ومشاعرهم تحت الضغط والتهديد. والإنسان ضعيف أمام رهان المصير، والمحكوم يغلب أحيانا على أمره. لذلك اتكل على الله عز وجل، اتكل عليه وحده ثم على ذاتك، وأعدها للقبول بما خطه لك قدرك. أفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. ما قلته يظل مجرد استنتاج وبعض الخبرة بشؤون النورمان. اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه يا الله. هذا ما أردت أن أسمعه منك يا ولدي. كم كنت لطيفا وحكيما معي أيها الشيخ الطيب. ثمة أمر أحب أن نحسمه. ما هو هذا الأمر؟ أرض فريدريك التي اشتريتها لك، جلبت لها خيرة المزارعين والمشرفين. شكرا لك. أريد أن أسألك بعد كل الذي حدث، ألم يحن الوقت بعد لإخراج من بالقصر بعد أن أصبح ملكا خالصا لك؟ لا أيها الشيخ، لا أيها الشيخ الطيب، دع الجميع يعيشون في القصر من أجل تلك المرأة، المرأة التي ربتني ورعتني. دع كل شيء من أجل سلة. يوشك أن يفقد حياته. إذا حدث هذا أفقدك إلى الأبد، وهذا شيء لا أستطيع احتماله وحياتي دونه. لهذا يا سيرة فكرت وقررت، سنهرب يا سيرة. نهرب؟ نعم نهرب، نهرب إلى مدينة بعيدة لا يعرفنا فيها أحد، مدينة نستطيع أن نبدأ فيها حياة جديدة. أنا يا سيلا لازلت قادرا على العمل. جننت؟ هل لديك حل آخر؟ أنا لا أستطيع أن أترك عبادة حتى لو فقدت حياتي. أليس هذا أفضل من أن تضطري للشهادة ضده فتفقدينه إلى الأبد، أو أن تضعفي وتشهدي معه فأفقدك أنا إلى الأبد؟ سلا، هل تقبلين الزواج مني؟ تزوجك؟ الظروف المحيطة بنا تدفعني لأن أعترف لك بما كتمته في صدري سنوات طويلة. لقد أحببتك يا سيلا منذ دخلت هذا البيت لأول مرة. خوسيه،
وكتبت هذا الحب حين وجدتك مشغولة بعبادة، بتربية عبادة، بحب عبادة، وكأن الدنيا ليس فيها غير عبادة. وأحيانا كثيرة كنت أغار منه، ثم أقول لنفسي إنه طفل، مجرد طفل يتيم، وهي امرأة طيبة رقيقة القلب. وكنت أتساءل إذا كانت تملك كل هذه المشاعر وتتوق لعاطفة الأمومة، لماذا لا تتزوج؟ لماذا لا تفكر في تكوين عائلة وإنجاب أطفال من لحمها ودمها بدل أن تربي أبناء الخير؟ ولم أجد إجابة لسؤالي، ولم أجرؤ على سؤالك خوفا من نبش ماض أليم لا أعرفه رغم أنني أحسه في عينيك. واليوم، اليوم أحسست بأنني قد أفقدك، لهذا كان علي أن أصارحك وأن أسألك وأن أستمع إلى جوابك. سلا، لقد أحببتك كما لم أحب إنسانا من قبل. إذا وافقت سنهرب قبل يوم المحاكمة ونتزوج. نعم، نتزوج ويكون لنا بيت مستقل بنا، وقد ننجب أطفالا من لحمنا ودمنا ونمنحهم حبنا ومشاعرنا. لا، أنا لا أستطيع أن أتزوجك، لا أستطيع أن أتزوج أي رجل آخر، ولا أستطيع أن أترك عبادة في هذه المحنة حتى لو فقدت حياتي. لماذا؟ لأن قلبي لا يزال عالقا بحب رجل، وفيا لهذا الحب، إنه أول حب في حياتي وآخر حب.